المحافظين في المعقل الرئيسي له في محافظة الأنبار، ذلك سيمهد لأي معركة برأيك باتجاه الموصل؟ نعم بكل تأكيد، هنالك يعني أسلفنا في بعد المقابلة أن هنالك أكثر من رأي يعني بالنسبة إلى الجانب العسكري والأولوية لمن، يعني البعض منهم يذهب باتجاه أن تكون الأولوية للموصل والبعض الآخر يذهب باتجاه الأولوية إلى تحرير الفلوجة. أنا باعتقادي الفلوجة هي الوجهة الحقيقية والصح في هذا الوقت، لأنها بدأت تؤثر بشكل أو بآخر على المزاج السياسي العراقي وكذلك على العاصمة أمنيا وكذلك على إنشاء بعض الخلايا الجديدة وأيضا إنشاء بعض المضافات في المناطق التي حررت بفترة سابقة ولم يعني تطهر بشكل كامل أو تصل إلى حالة الاستثباب الأمني، لأنها عادت إليها مرة أخرى بهذه الطريقة. تعد يعني اليوم عندما نريد أن نتكلم عن قاطع عمليات الأنبار بشكل كامل، يعد مركز القيادة والسيطرة ومركز التمويل والاستقطاب وكذلك يعني كل أشكال الإرهاب في ذلك القاطع والمؤثرات الأخرى هو يعد الفلوجة، لأنها تعد مرتكزا حقيقيا ومعلوما لأغلب التنظيمات في العالم وكذلك المقاتلين، لأنها خاضت 3 أو 4 معارك منذ عام 2004 ولحد هذه اللحظة، وتواجد فيها كل التنظيمات الإرهابية التي جاءت إلى العراق وأيضا أخذت منها مركزا للقيادة والسيطرة وإدارة شؤون المحافظة بشكلها الكامل، ناهيك عن وجود يعني مرتكزات أخرى كاجتماعية ودينية وكذلك أيضا منطقة تعد من أكبر المناطق ذات الكثافة السكانية، وأيضا هنالك ما يبحث عنه دائما التنظيم وهو الأجنحة القتالية، هي تلتصق بكل المناطق بشكل مباشر، وأغلب المناطق التي هي مجاورة إلى الفلوجة هي تمتلك طرق إلى يعني طرق يعني نيسمية أو طرق إلى مناطق أخرى، وأيضا تلتحق بالمناطق بشكل أو بآخر، أي أنها تمتلك موقع استراتيجي، كثافة سكانية، مركز للقيادة والسيطرة ذات بعد يعني البعض منهم يستخدمه كأداة للقتال وهو البعد المذهبي، البعض منهم يحاول أن يعطيها خصوصية وهذا الأمر مخطوء. أنا أتابع يعني أغلب البرامج التي تتكلم عن الاستعدادات، البعض منهم يريد أن يعطي الفلوجة خصوصية منطقة، نعم، ذات المناطق العراقية، ذات المناطق التي اغتصبت من داعش، ذات المناطق التي جاء بالويلات هذا التنظيم على أهلنا ويعني من سكن تلك المناطق من يعني أمهاتنا وأخواتنا وأبناؤنا في تلك المناطق، هذه المنطقة خاضعة للقانون العراقي والقوات العسكرية العراقية، وأيضا هي أعطيت الأولوية من أجل خلاص الأهالي وليس من أجل إعطاء مادة دسمة لبعض السياسيين الذين يعني غادروا المشهد السياسي العراقي الإيجابي والتحقوا بركب التنظيمات الإجرابية للتحدث عن هذه المدينة وإعطائها الخصوصية. أنا باعتقاد الأولوية يجب أن تكون لها من أجل الخلاص بوقت مبكر من هذا التنظيم الذي هو جاثم على قلوب أهالي تلك المناطق، ومن ثم الذهاب إلى الموصل، لأن الموصل سوف تأخذ البعد الدولي والإقليمي أكثر مما هو عراقي ومحلي. شكرا جزيلا لك سيد جاسم حنون الخبير الأمني، كنت معنا من بغداد، وشكرا على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا. نعود من جديد إلى مراسلنا محمد الفهد.